ايه ده ايه ده ايه ده؟ هو في حد بيحاول يدخل على النظام الامني بتاعنا ولا ايه؟ حماية النظام الامني بتاعت المجموعة كلها وقعت، ملفات واسرار العملاء كلها تحت ايدي. انا باشمهندس منعم من قسم الاي تي، انت مين؟ مش مهم انا مين، المهم مش هتقدر تمنعنا. بقول لك ايه، انت مش هتعرف تعمل حاجة، انا مذاكر سوفت وير وميل وير وهارد وير وتروجن كمان، مش هتقدر تعمل حاجة. اه طيب ذاكر كويس ويبقى سلم لي على النظام الامني كمنعم. النظري لوحده مش كفاية، جامعة سينا هتخليك تعرف النظري وتطبقه عملي في أحدث المعامل وتحضرك لسوق العمل. لما تختار اختار صح، جامعة سينا اختار مستقبلك بإيدك.